Israel is a sovereign state إسرائيل دولة that مستقلة ذات سيادة، that I think acts proactively والتي أعتقد أنها تتصرف استباقيا لخدمة مصالحها ولخدمة أمنها، وإذا رأت بأن ذلك ضروريا لأمنها ولمصلحتها، طبعا الإسرائيليون اتخذوا العديد من الخطوات ضد التغول الإيراني في سوريا، وقد استهدفوا أهدافا إيرانية وبعض القواعد لهم في سوريا وفي أهداف الحزب الله أيضا أكثر من 100 مرة بناء على تصريحات الإعلام. وبالتالي فأنا لا أشك أبدا بأن الإسرائيليين إذا اعتقدوا أن ذلك ضروري وأن الإيرانيين إذا كانوا يتقدمون فأنهم سوف يتخذون إجراء، وقد سمعنا ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن إسرائيل ليس دولة موقعة على الاتفاقية النووية وبالتالي هي ليست ملزمة بها، وفي حين بأن إسرائيل هي شريك وحليف جيد للولايات المتحدة، إلا أنه في بعض الأحيان نحن نختلف معهم في الآراء، وبالتالي قد يكون هناك اختلاف بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن. إذا كنت تتذكر بأن طبعا أن إسرائيل قد قصفت المفاعل النووي في العراق في الماضي دون إذن أو قبول من إدارة ريغن في الماضي، ونفس الشيء الإسرائيليين أيضا قصفوا كبار والتي هي المنشأة النووية في سوريا في العام 2007 دون إذن أو دعم من إدارة بوش الأمريكية في ذلك الوقت، وبالتالي فإن الإسرائيليين يتصرفون كما يرونه ملائما، وهذا نفس الشيء ينطبق على الدول الأخرى في المنطقة مثل العراق والتي هي ذات سيادة والتي تتخذ أي إجراء يرونه مناسبا دون الحاجة إلى إذن من الولايات المتحدة.